السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل مرة أخرى في سلسلة Free Code Camp، وكنا توقفنا في آخر حلقة في الحديث على Basic Data Structures اللي هو الجزء الخامس من المحور الثاني هذا اللي اسمه Basic JavaScript. وقلنا Basic Data Structures في JavaScript يقصد به عنا حاجتين اللي هما Arrays والObjects، اللي هما معناها تجميع أو حاجة مركبة من primitive data types اللي هما المعروفين النمبر والسترينج والبوليان والنال والانديفايند والبيج انت. فبدينا البارح حكينا على الاريز وعاودنا نحكيو على السينتاكس نتاع الاري، كيف نعملو الاري، نصنعو، كيف نعملو اكسس الاندكس معين ولا element في اندكس معين من الاري، كيف نبدلو فيه، كيف نفسخو من الاول ومن الاخر، كيف نزيدو من الاول والاخر، كيف نعملو الحكاية ذي ونبدلوا الاري في حد ذاته، وكيفاش نعملوها ونعملوا كلون من الاري يعني نسخه منه هو ما بدلوش الاولاني. شفنا كل بوش والبوب والشيفت والانشيفت والسبلايس وبرش حكايات ممكن اخرى وسلايس مثلا وسبريد نتاع الاي اس اكس. ومن بعد وقفنا في الاوبجكتس، معناها كنا نعمل اكسباند هكا، هذو ما عملناه البارح. وباش نبداو اليوم في الاوبجكتس، مش برشا تمارين في الاوبجكتس ولا دروس، وش نبدأ فيهم فيسع مش باش نطولوا خاطر حكينا قبل على objects، ونفس الشيء تقريبا مش نعودوه، ممكن كان فما حاجة جديدة نحكي عليها به. نبدأ مباشرة في آخر حاجة وقفنا فيها باش نخدموها اللي هي كيفاش نزيدو key value pairs لل objects. معناها كي نقولوا ديما كلمة key value هذه باش تتعاود بارشا برشا راهو باش تعترضنا، مش كان في الجافا سكريبت ومش كان في لغات البرمجه اصلا. يعني فما databases اللي هما key value، فما key معناها مساله انك باش تلقى key value هذه باش تعترض الكيس. المقصود بها انك يبدا عندك اسم والفاليو اللي مقابل الاسم هذاك، معناها الكي هذاك اللي سميته اسم واسمه key، معناها مفتاح باش نعرف اني نحب ننا اسمه تاكن كاركتر. تاكن هي لعبه معناها نتاع فيديو نتاع يعني عرك وكل، فش يحب يحط البلاير اسمه شنو وشنو الفايتنج ستايل بتاعه، فهذوما الكيز. من بعد اني نجي نعرف الكاركتر هذا شنو عنده الكي، فما الكي بلاير اسمه، فما الفايتنج ستايل شنو هو مثلا تايكوندو هذا، فما هيومن ولا فما خطر، فما وحيد في الفيديو جيم هذا، في الفيديو جيم هذا تلقاهم معناها فما بشر وغير بشر وهكذا. فالكلمة key value pair باش تعترضنا برشا، واللي هي الاوبجكتس الفرق بيناتهم وبين الارايز انهم مجموعة متاع key value pairs. كما قلت البارح حكيت الانسان عنده name و age وما نعرفش first name last name color اللي هو فهمت طول height weight وانتي ماشي، هذا الفرق بينه وبين الارايز، ان الارايز فقط عندهم الترتيب. لكن اذا كان احنا نحبه ونعطيه صورة عامة ونقوله كما قلنا البارح الارايز نوع من الاوبجكتس، نقولوا الارايز هما اوبجكتس، اما الكيز نتاعهم هما سفيرت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وانت ماشي الى ما لا نهايه. لك علاش البارح قلت راهم الارايز نوع من الاوبجكتس من الناحيه دي، ومعهم فروق اخرى راهو يزيدوها لغه الجافا سكريبت، لكن نجمو نشوفوها بالطريقه دي. فمنين جات حكايه الكي فاليو بيرز في الاراي؟ قلنا من كونه الارايز الاليمنتس نتاعهم كيفاش نوصلوا لهم، الكي باش نوصلوا الاليمنت الفلاني اعطيه الاندكس، الكي باش نوصل الاليمنت الفلاني في وسط اوبجكت ماهوش الاندكس اللي هو سر واحد وانت ماشي، لا هو اسم الكي هذاك اللي احنا نسميه ساعات بروبرتي نيم، هذه ساعات نسميها بروبرتي وساعات نسميهم كي فاليو بيرز نفس الشيء. لكن البروبرتي عندها بروبرتي نيم اللي هو بلاير، وبروبرتي فاليو اللي هي هذه ما نعرفش كيفاش نطق هورنج واللي هي بيد هذا الكي وهذه الفاليو، هذا كي وهذا فاليو وهكذا. تعال نبدا باهي. قال لك في اساس الاوبجكت هو فقط مجموعه متاع كي فاليو بيرز، معناها مجموعه متاع هذه وهذه وهذه لمنهم بعض، هذوما شنو هما كل واحده كما تشوفوا كي فاليو كولكشن متاع كي فاليو. باهي قال لك هما اجزاء متاع معلومات متاع داتا متاع بيانات ومابيد، يعني مابيد معناها ربطنا كل واحد من الكيز هذوما بالفاليو نتاعو. كش معناها شخص بالمابيد عملنا كي الخريطه، كلمه ممكن الخريطه باش ضيعنا
نعملوا كما نقولوا رابط سهم، عباره جينا هكا هذه مطيشه الاسم هذا مطيش من جات والاسم هذا مطيش من جات فاليو، كيما تحط فاريبل وحدك احنا قلنا له اسمع هذوما الليمون في بلاصه واحده ونربطوا الفاليو هذه بالاسم هذا الكي هذا والفاليو هذه نربطوها بالاسم هذا، باش من بعد احنا نحبوا نطلعوا البلاير نيم نتاع هذا نشوفوا كلمه بلاير وانت ماشي. وبالاستعمال اسهل الحكايه، ممكن ساعات كي نبداو نحبوا نفسروا الحاجه الواضحه نصعبوها، هي هذه واضحه على الاخر ممكن تفسيرها هو اللي صعبها. لكن يقعد باش نشوفوا كيفاش نعملوا كيما الاري، نعملنا الاكسس نتاع الاري بك البراكت نوتيشن كنا نعملوا هكا البارح اري نعملوا هكا صفر شوفوا الاليمنت الاول ونعملوا هكا نبدلوا فيه مثلا حطينا فيه واحد مثلا هذا عملنا البارح كيف كيف حكيت الاوبجكت بالضبط فقط بعض الفروق الصغيره. مثلا من الفروق الصغيره انه الاوبجكت يبدا عندك اسم كيما اوريجين لنا مثلا هذا تيكن كاركتر ولا خلينا نشوف هذا الفودز مادام مكتوب نحب نشوف قداش الفاليو نتاع اورنجز نتاع الكي اللي هو اسمه اورنجز نكتب فودز فودز دوت النقطه ذيك معناها تسمى دوت نوتيشن اللي مسميوها ونكتب اسم الكي اسم الكي بتاعي مثلا ابلز يعطيني 25 كان نعمل كونسل لوج لنا يعطيني 25 كما تشوفوا 25 كان نكتب لنا مثلا بلامز باش يعطيني 28 كما هي الفاليو نتاعها. فالاكسس للاليمنت كما الاري الاري في بلاست عملنا هكا في الاري صفر هذه عملنا فيها هكا نجم نعملوا كما الاري بالضبط كما هكا البراكت نوتيشن اما نكتبوا سترينج في بلاست ما نكتبوها بكري كتبناها من غير سترينجز من غير الكوتيشن كتبنا بلامز تو تجيو لنا نكتبوها هكا نفس الشيء باش يعطينا باش يعطينا 28 اما فما حالات هذه هي النوتيشن الوحيده اللي تمشي شنو هي الحالات هذيك اللي يبدا الفاريبل نيم هذا ولا الكي نيم هذا ماهوش فاريبل نيم مقبول. ما حكينا في اول مدينة نحكيوا الجافا سكريبت انه فما شروط في تسميه الفاريبلز منها مثلا ما نبداوش بعد مثلا ما نجيش نجم نعمل لك وان نيم مثلا يساوي نحط كونست باش ما يقولناش ليك وان نيم يساوي واحد مثلا يقولنا لا مشكله لكن كان نعملوا نيم 1 نيم 1 مش عادي هنا كي نستعملوا الفاريبل نيم اللي هو ماهوش فاليد نسميوه ما نستعملوا انفاليد فاريبل نيم في وسط اوبجكت لازمنا نستعملوا ديما النوتيشن هذه معنا ما نجموش ما نعرفش نزيد اني واحده مثلا نحط سويت اورنجز مثلا باش نكتب سويت اورنجز ونعمل بيناتهم خاطر نجم نعمل لك كلمه هذا اسم صحيح نجمو نكتبوه يعني كان باش نعمل فرق بيناتهم سبيس كي نفرق بيناتهم سبيس كيما حكينا من الاول ما تجيش لازم في الديفينيشن لهنا نكتبها في سترينج سويت اورنجز كيما هكا كيما تشوفوا الفراغ هذا مش مقبول في اسم نيم ولكن نجم نستعمله في الاوبجكت ونحط مثلا عنده 199 كيما عملت لك من بعد نجي نعمل اكسس للكي هذا نعمل اكسس للفاليو نتاع الكي هذاك باش نجرب من غير البراكت نوتيشن بالدوت نوتيشن باش يطلع لي ايرور باش نكتب له سويت اورنجز مباشرة باش يطلع لي ايرور هو المفروض نكتبه لور كيس معناها هذه ما يفرقش يعني في السنتاكس يقبلوا اما نحكي من باب الستايل نتاع الكتيبة تكون خير سويت اورنجز ما قبلهاش حتى كان نعمله هكا نحط له سترينج هذا مش بيقبلها قولي شنو الحكايه لكن كي نعملها كلها في وسط براكتس كيما عملنا بكري ونحيو الدوت هذا زايد باش يقبلها ملي كتب اورنجز عندي غلطه نفس اس وباش يطلع لي كيما عملت 199 وكيف كيف كان نحب نبدل فيها نفس الفازه نعمل اسايمنت للذي هذه يساوي كذا فهذه مساله ما كتبوا عليهم نفس الشيء معناها اللي كنت نحكي فيه تو كتبوه لهنا فاسروه ده قالك bracket notation is required كي يبدا البروبرتي نتاعك اسمها في space مثلا ولا اني اعطيت بصفه عامه مش كان space فيها اسمها ماهوش مقبول انا حتى لنا مباشره ما نجمش نكتب مثلا مش بلاني عملت ريفريش نجم نجي نحب نسمي مثلا نبدا بواحد وان نيم كيما عملت انا بكري اعطيك فيه نكتب وان بي 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 اللي هو معناها اسم غير مقبول في الجافا سكريبت لكن نجم نعمله نحط فيه مثلا فاليو ما يقبلوش لكن كي نجي نعمله في وسط سترينج يولي عنده هو مقبول
وكناش نعمل اكسس اللي هو كان بالبراكت نوتيشن، ما نجمش نعمل الدوت نوتيشن. نتصورها واضحه هي باهي. شنو اخر زعما يحكيو؟ هذه without quotes بهذه حاجه اخرى تو هي تنبيه نتصورها واضحه، لكن تنبيه قالوا هما خنفس هذه. لو فرضنا باش تجي تكتب انت تقول له حاجتي فودز، نعدو مره اخرى كونسل لوج فودز، وفي البراكت نوتيشن عملت ابلز كيماك، هنا باش يطلع لي ايرور خاطر ما حطيتهاش بين كوتس. انا كي نستعمل براكت نوتيشن عباره احسبها كل فونكسيون، كل فانكشن عطيت للبراكت هذوما فاليو، الفاليو لازم تكون سترينج. لهنا عطيته فاريبل اللي هو باش يريزولف الفاليو ديمو اكسبريشن، لكن ماهوش ديفايند، عباره عطيته انديفايند. هكا علاش طلع لي ريفرنس ايرور، قال لي ويني ابلز هذه مش موجود، ابلز مش موجود، فطلعت لي ايرور هذيك. فلازمني نعمل له الكوتس هكم باش يقبل. باهي نجم اني السترينج هذا نخبيه في فاريبل، نحط مثلا لنا const apples يساوي apples، انا فاريبل مش حتى apples نجم نسميه نحب راهو، ما نحطه اي اي اي. الفاريبل هذا البايند باوند للفاليو هذه، ولا العكس الفاليو هذه باوند للفاريبل هذا. نجي لهنا نحط الفاريبل هذاك هو بيد، خاطر من بعد يجي يعمل اكزيكيوشن والانتربريتر تاعنا باش يحولوا للفاليو هذا. واش تمشي من يقدر اعطاني 25؟ واضح. انا كي نحط فاريبل رد بالي نمشي نحط كوتس، كان نحط كوتس لنا تو عباره باش يجيب لي فودز، عباره عنده فيد لنا اي 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 وقت اللي ما فهمهاش. لكن كي نحطها كما هي كيما عملت لنا معناها نحيه الوزوز لهنا باش يعوضها ابلز، وباش يشوف لي الكي ابلز شنو باش يرجع لي 25. بهذه حاجه. حاجه اخرى، حاجه اخرى مشيره الاخرى تو هذا في الاكسس، لكن في الديفينيشن اني لو فرضنا الكي هذا ما نعرفش بالضبط قداش، انا نعرف ابلز اورنجز بلانس، لكن عندي مثلا لهنا فود نيم كونست فود نيم يساوي حاجه، ما اقوله مثلا فود نيم شنو هو فود ابلز اورنجز ما نعرفش كيوي مثلا، ونحب نزيد لهنا ما نحبش نكتب كيوي يعني هنا خاطر نعرف كيوي اني نعرف تو، لكن هنا نجم يجيني المعلومه هذه من بلاصه اخرى واستوريتها في الفاريبل هذه ما نعرفش فما الدخل، فنحب نستعمل الفاريبل فود نيم لهنا. كيفاش نستعمله؟ نعمل هكا فود نيم ونحط بعد الفاليو نتاعو ما نعرفش 11 12 مثلا. لهنا في الديكلاريشن وحده وحده باش يمشي يفهم يعوض البلاصه هذه بكلها كيوي كيما هكا عباره يعملها، لكن بحكم ما نعرفش ان كيوي هذيك غالي كتبتها له هكا، قلت له اسمع انت من بعد كي تعرف شو وسط الفود نيم طلعها لي حطها غادي. والاكسس كيما شفنا تو نجم نعمل اكسس بنفس الطريقه قول له فود نيم وطلع لي 12. هذه اخر حاجه في الديكلاريشن والاكسس نتاع الكي فاليو بيرز هذوما نتاع الاوبجكت. باهي نشوف واش طالبين منا، نعمل ريسيت اور كود نشوف واش طالبين منا. باهي فودز اوبجكت هاز بين كرييتد ب 3 انتريز، نسميهم انتريز احنا هذوما زاد معناها عندنا كلمه كي وفاليو، والكي فاليو بير هذاك نسميهم من بعض هو زوز بعضهم نسميهم انتري، نسميهم انتري اللي هي الجمع نتاعهم انتريز لنا كما قال 3 انتريز معناها ثلاثة وحيد ثلاثة كي فاليو بيرز. باهي قال لك استعمل السينتاكس اللي تحب عليه باش تزيد ثلاثة اخرين اللي هما بانانس 13 جريبس 35 ستروبيريز 27 نزيدهم بالكعب بالكعب، نزيدهم بالسينتاكس المعروفة العادية او نزيدهم كل واحدة بسينتاكس معينة. باش نكتب بانانس بانانس 13 باش يزيد لنا const fruit name نحط فيه مثلا grapes وباش نجي نستعملو لنا grapes اللي هو باش يكون
35 وفي الاخر بكل مش تستعمل نفس بتاع البراكتس هذا، اما مش تحط فاريبل مش تحط اي طول سترينج، معناها نفس الفازة اللي نعرف الاسم اللي هو باش تحطه ستروبيريز، لكن معناها باش نتبولد نجم نعمل كيما هذم، انا مش نعمل هيك بلاد، معناها قالوا بيوضني قالوا هاي هذيك بالطريقه هذيك بس هذا شيء حبي حب سوا شيء. هذا المطلوب منا شفت الكل مع بعض، وعندي مشكله جريبس هذه من جات فروت نيم سميته ما سميتوش جريبس فروت نيم. كيف هانا زادوا الثلاثه الاخرين باناناس جريبس وستروبيريز. نعمل ران ذا تيست. عندنا غلطه شنو يحب the key value pairs should be set using dot or bracket notation. ما يحبناش في الديكلاريشن، حبناش نزيدهم لنا، حب نزيدهم كان لنا يعني مريتاش قال لك بدل كان الكود هذا نحيه مضب نحيته. نجي لهنا نعمل foods dot bananas يساوي 16 هذه dot notation. نعمل foods fruit name اللي هو ذاك فوقان grapes واللي فيه 35 وباش نعمل foods ونحط كلمة الفازة بتاع بيكري strawberries ونحط فيه 27 وهيك أمورنا واضحة. وبالثلاثة هم هذوما زوز نفس النوتيشن، أما في بلاصة ما حطيت لنا ال variable، في بلاصة ما حطيت ال value طول متاع الكي جبتها من variable، ولهنا حطيتها هي بيدها هارد كودد راوند ذا تيستس ومن واضح به لهناش فما موديفاي ان اوبجكت نستد ويذين ان اوبجكت. فهذه حاجه اخرى نجمو كناش تو بكري نجم نعمل اكسس للاليمنت هذا نستعمل كلمه اي دي للاليمنت هذا او للفاليو هذه باش نستعمل كلمه ديت. هي اني نستعمل كلمه ديت لان باش يعطيني اوبجكت كامل، اني نحب نعرف شنو هو التوتال يوزرز كلهم، فنجمو نستعملوا نفس النوتيشن على كل واحده واحده. وانا عملنا user activity dot data باش يعطينا الاوبجكت هذا، واللي باش يعطيه هنا باش نعملوا له dot total users. هذا ايش نعملوا؟ نشوفوا ماشي كلام هكا. اول شيء كلمه انا عارفها قبل قال لك النستنج ليفل نتاع الاوبجكت كيما الاريز arbitrary معناها الدبث نتاعو، معناها نجم يكون فما الداتا في وسطها اوبجكت في وسطها اوبجكت في وسطها اوبجكت الى وين تحب. باهي هذا مثال على كيما هذا الموجود. قال لك نحبوا اونلاين ستيتس اللي هو مثلا بيزي، باش نوصلوا للفاليو هذه 8 عندك الاوبجكت نست اوبجكت هذا تعرف الستراكشر نتاعو هذه السكيما نتاعو، وتحب توصل للفاليو نتاع هذه بيزي باش تعمل نست اوبجكت دوت داتا دوت اونلاين ستيتس خاطر هذا اوبجكت حدد وذا زاد اونلاين ستيتس دوت اوبجكت دوت بيزي يعطيك 8 كيما كاتبها هو نست اوبجكت دوت داتا دوت اونلاين ستيتس دوت بيزي. باش طالب لنا هو يحبنا نبدلو الاونلاين كي هذه ال 45 سهله، قولوا له يوزر اكتيفيتي دوت داتا دوت اونلاين يساوي 45 بكل بساطه، ونعمل راند تيست مريجلي ب اكسس بروبرتي نيمز وذ براكت نوتيشن. كيما عملنا بكري عملنا هذه بكري كيما نحبوا نعملوا اكسس ونقراو شنو هي الفاليو نتاع الكي هذا ولا الكي فاليو بير نتاع هذا بالكي، نعملوا اكسس نستعملوا البراكت نوتيشن نحطوا كلمه الاسم كيف نجموا في بلاصه ما نقراوها كهو نبدلوا لي في وسط. باهي كيفاش نعملوا هذه؟ شنو طالبين منا مثلا؟ قال لك عندك check inventory and item access برا مش بتبدلوا فيها ده أنا واضحة هذي اللي عملت هني بكري، ولكن في variable معناها يحب يعطينا أي key name ولا property name رجعوا الـ value متاح واللي هو مش يعطيونا في variable، معناها بكري عندنا الخيار نعرفه مثلا apples ولا grapes ولا ديو. لو ما نفسي نعمل شو بنعمل لانه بنعمل foods scanned item وكب والسلام عليكم return عادي يحب نرجع له وكان نحب نزيده السيمي كولن
run the tests امورنا واضحة. به ديليت هذه ديليت ديليت هذه موجوده في الجافا سكريبت برشا بعد ما تعرفش لي موجوده اصلا ومش محبب استعمالها كيما الميوتيشن هذه خاطر باش تبدل اي حاجه بالنسبه لي حتى اللي يوريت بكري تبدل في وسط الاوبجكت مش محبب الميوتيشن معناها لكن موجوده في الجافا سكريبت وموجوده وعندها استعمالات معينه اذا كنت تحب على البرفورمانس ماذا بيك تستعملها محدده في بصفه عامه البرفورمانس ما تفرق برشا في استعمال الجافا سكريبت. به شنو المقصود بذي عندي توا ابلز فيهم 25 نحب اري الفودز هذا يتنحى منه ابلز من الذي نحى منه جمل عندك زوز حلول عندك تعمل اوبجكت جديد وتحط فيه كنبهم هذا حل وعندك الحل انك تشد الاوبجكت هذا تفسخ منه ابلز كنا نفسخ منه ابلز كلها هذا ياسر نجي نقولوا ديليت نشوف هو مش طالب الابلز طالب بالنحيو اورنج بلامز وستروبيريز قولوا له ديليت فودز dot oranges وكهو delete foods dot oranges delete هذا unary operator كما شفنا كل مثلاً ال not not هذه كنا عملوها البولين مش يطلع لنا false ولا true معناها نخلبه false true true false هذاك unary operator كما عملنا type of معناها ما يستحقش two operands حطوا له كان حاجة واحدة بجنب واللي هي foods dot oranges اللي هي الكي الاوبجكت ومعاه الكي نتاعو اللي تحب تفسخ من الاوبجكت هذاك تنجم تعملها هكا وتنجم تعمل بالطرق نتاع الاكسس الكل كيما عملنا بكري لهنا بلامس ولهنا باش نعملها فاريبل نيم يو باش نحط كونست فوت نيم يساوي ستروبيريز نحطها لنا فوت نيم كيما تشوفوا فسخ خبلي معناها الفودز بيده هذه من بعد ما عادش فيها هذو الثلاثه نحا مش اورنجز نحات والبلامز نحات والستروبيريز نحات كيما هو طالبين نقولوا راند تيست هذا مريبلي به هذه زاد حاجه اخرى مهمه او علاش مهمه وفما في السينتاكس الجديد حكاية جديدة مش بنحكي لها تو لكن ها باش نقول لكم علاش مهمة هذه برشا برشا لو فرضنا اني نحب نطلع الراين هذا رايان من اليوزرز ولا الن وغلطت تاني في حاجة انا نجي نقول مثلا كونسل لوج ها باش نختار الكي الصحيحة كونسل لوج يوزرز دوت الن عطاه لي مريك هذه الكونسول لوج جديده از ايفرون هير يوزر زي واحده اخرى اللي هي ريتيرن فاليو نتاع الفانكشن هذه اللي انديفايند هذه ما نغزرولهاش دي نتاع هذه لكن هذه اللي عملتها يعني راجع لي الي صحيح لكن لو فرضنا اسم واحد اخر علي مثلا نكتبه علي مش موجود في هذه راجع لي انديفايند اللي نحب نعرف اسكو موجود الكي هذاك في وسط الاوبجكت هذا ولا باش من بعد كيما نلقاش موجود ما نعملش اوبريشنز عليه ما نبنيش عليه انا مش موجود نقول راه مش موجود ونجتنب برشا حكايات خاطر فهم برشا ايرورز مثلا نحب نعطيه الايج اذا كان انا عندي اليوزر نحب نراجع الايج نتاعو كان نجي نعمل مثلا علي دوت ايج باش يطلع لي ايرور هلا تايب ايرور خاطر ايج اوف انديفايند علي يوزر دوت علي انديفايند مش موجود ليش نعطيك العمر نتاع حاجه مش موجود ما نعرفش شنو اصلا كل هذا undefined فهمت فلازمني قبل ما نعمل اكسس للالي ولا لاي كي اللي هو ما نعرفش موجود ولا مش موجود في اليوزر نثبت منه هل موجود ام لا فما فاز سينتاكس جديد يسهل العمليه دي في من 2020 معناها جديد على الاخر مش بنحكي عليه تو اللهم هما يحكيوا عليه بعد حطوه مش بنحكي عليه لكن تو عندنا طريقه اخرى اللي هي شنو اللي هي باش يكون شنو هي الطريقه اللي يحبوا يقولوا خاطر برشا طرق صراحه موجودين هاز اون بروبرتي وفما الان اش قال خلينا نقراو بشوي اش قال يقول تو ديفرنت ويز عليك تو ديفرنت ويز باش نثبتوا الاوبجكت فيه الاليمنت هذاك ولا فيه الكي فاليو بير هذاك ولا عن طريق الكي
فنجم تستعمل معناها كان كله لهنا الاوبجكت اي اوبجكت اي اوبجكت تصنعه عنده ميثود الميثود اللي اسمها has on property كيما نعملوا مثلا الاري دوت لانك هذه نعملوها على اليوزرز ونقول له هل عندك كيما الاندكس اوف نتاع الاري اللي قلنا البارح نقول له هل عندك انت element key name بتاعه اسمه ali ali false ما عنديش وقتها اني نجتنب الناس اللي نقول الاوبجكت هذاك عندك الكي نيم هذا قول لي لا ما نعملش الكالكوليشنز ولا الحوايج اللي عملهم بعد كان قال لي عندي مثلا باش نكتب الن هذا مش يقول لي ترو قال لي ترو نخدم خدمتي هذا طريق هذه طريقه باش نشوف موجوده ولا فما طريقه اخرى اللي هي ما نكتبش كاكا فسخ ما نستعملش الميثود هذيك نستعمل ان الكي وورد ان هذاك باش نكتب الي كيما بكري ان يوزرز يقول لي فولس كان نكتب الن يقول لي ترو باهي الفرق بيناتهم مش بنحكيو عليه تو خاطر عندنا حكايه تابعه اوبجكت اورينتد جافا سكريبت مازال ما شفناهاش واش معناها بروتوتايب وكذا حوايج ما تناسبش المستوى المبتدئ احنا باش تضيعكم لكن بالنسبه للوقت الحالي نحسبهم كيف كيف نحسبهم كيف كيف نحسبهم احنا برا باهي باهي الشي يحب طالب منا بالضبط هنا يقولنا قال رجالي is everyone here نعديو تعدي object للفنكشن هذه وترجعت فوق كان كي يبدأ فيها الأربعة دوم واضح وفالس إذا كان أي واحد منهم موش موجود باهي عندنا برشة طرق باش نعملوا الفازة دي احنا لازمنا نثبت ونعملوا إن ولا كذا ولا عندنا برشة طرق نجم نعملوا array or e in array ذاك return كان فما كذا return false ما كانش return true فما طرق اللي هي أزين ما زلنا وقنياش الميثودز اليوم مثلا sum والfind وevery الarrays ما زلنا وقنياهمش مش نعمل التوبة بتاع الarray ونجم نعمل switch statement كل واحد ينجم يعمل الحل بتاعه أنا مش نعمل الحل بتاعي بالarrays const array names تسميه names حط فيه اللي قالوهم كل هذوم بيت الحال نحطهم نحطهم في معك strings في الكعبة في الكعبة نبدلوهم بدلناهم بالكعبة في الكعبة هيا هاد لا إله إلا الله بهذوما النيمز نتاعنا تنجم انت وحدك وحدك تعمل اربع سطور if Alan in if not Alan in object return false if not Jeff in object return false if not Sarah in object return false if not Ryan in object return false وبعد اذا كان هم كل تعدهم تعدينا return زي كل return true هات نحطها واحدة هذيك قبلوا لا يسأل نكتبوها في صح خاطر هذي اوضح ممكن if not هذه النوت بتاعنا اللي هي باش نكتب الن نحطها كلها هنا باش تبقى اوضح الن اي عاد ان او بي جي او بي جي ريتيرن فولس ونعملو هذه نعملوها اربع مرات على كل اسم في الاخر نعمل ريتيرن كان تعدى بهذوكم الكل باش يكون يعني تو نجيو نعملو هذه طريقة سهلة على الاخر سهلة على الاخر ريتيرن ترو عدل ممكن نعمل تو راند تيست المفروض خلي مريك هذه الاشكال نتاعها الوحيد انه عندنا الاسامي الاربعة كهو كان نحبو نعمل نعطيو ليست لو فرضنا نحبو هاد الباب واحد فانكشن نعديو الريم تاع نيمز مش بتمشي يعني مش نعمل كيفها لكن في فور لوب فور خاطر مازلنا ما قنيناش حوايج اخرى خاطر فما طرق مأسهل برشا فما ميثودز في الاريز اسهل من الفور لوب هذه باش نعمل فور لوب والدبل لكن الله غالب باش نعمل فور لوب كل فور let i يساوي صفر
كما هنا البارح هذه التمرين اللي تقدمناها البارح مثلا I تكون أصغر من names dot length وش نعمله I plus plus هذه اللوب متاعنا ومن بعد اللوب معناها باش تاخذ واحدة بركة من هنا كان فما مرة من المرات ال element من الاليمنت نتاع الاري اللي هو اللي هنا الين تو ماهوش في وسط الاوبجكت هو عمل ريتيرن فورس اللي هو باش نبدلو الين نيمز نيمز اوف اي ما مرة الاولى 0 0 هذه باش تمشي الالين مرة ثانية باش تمشي الجاف مرة ثالثة باش تمشي سارة وانت ماشي اذا كان كلهم رجلين باش نحط له ريتيرن ترو هو واضح كيف كيف هذه تخدم على الاريز كله فما ممكن اسهل منها برشا ما نعرفش نحكيو عليها واضحين هذه خير به سابت اند جو تو نيكست تشالنج باهي هذه حاجه جديده كيفاش نجموا ندوروا على الكيز نتاع الاوبجكت الكل وقت اللي احنا ما نعرفوهمش معناها تعطيني اوبجكت واني ندور على الكيز نتاعي هو بالكعبه بالكعبه ومن غير ما نعرف شو وسطه كيما الاريز البارح كيما عملت هالتاو تاور فور لوب نتاع الاري نبدا من الاي يساوي صفر ونوصل لللينث باه ليش نعملوها الكيز هذه نتاع ندور على الاري عندنا سينتاكس عندنا برشا طرق فما نجيبوا الكيز نتاع الاري نتاع الاوبجكت نحطوهم في اري وندور عليهم بالكعب لكن هنا قلنا فما سينتاكس اخر اللي هو فور ان هم شفناش يقبل اللي هو هك هذه مش شفناش يقبل اللي هو تعمل فور تعمل ديكلاريشن نتاع الكي نتاعك وتزيد تكتب ان بجنبه وتحط الاوبجكت نتاعك كي نقول ديكلاريشن نتاع الكي معناها مين باش تصبوا اسم الفاريبل باش تستعمل فيه من بعد هذا هو بالتطبيق تو على انه نعملوا هكا تو const obj يساوي P1 P2 مثلا نعمل for let key مش نسميه key يعني تو key in obj حتى هذا اسم الobject بتاعي وهذا كل مرة بشي تعطى مرة هذه وانتي ماشي وين يكملهم وكل نقول له console log أعطاني مرة كي 1 مرة كي 2 واضح الحكاية باهي الطريقة ولا بعض الطرق الأخرى اللي نجم نعملوهم مش نحكي عليهم كان ما حكاوش عليهم مش ما نحقوش مراحل بالك شي جدا عليهم بعد لهنا إيش قال لك in this statement you define the variable user كما كنت نحكي أنت وأنا عملت سميت variable اسمه كي وحطيت يوسو كل مرة واحد وهو يعرف بالإن هذي لو كان أنت تتخيل في مخك كذا الكي 1 كي 2 وأنت ماشي ولاو في array عبارة عملنا كل اي اي كل اي هذيك نبداو كل مرة نطلع فيها سر واحد من ثلاثة وجبنا الاري مرة الاليمنت الاول مرة الاليمنت الثاني مرة الاليمنت الثالث وحطيناه في هذا كي به نشوفوا هنا شنو هي هذه حاجة مهمة على الاخر فما تعليق هذا مهم على الاخر عملنا انا نوت عاملينها بولد اللي هي راهو تنجم انت تجي اوبجكت تحط من الاول كي تعمل الديفينيشن نتاعو تحط كي 1 كي 2 كي 3 وانت ماشي راهو ما يضمنلكش الجافا سكريبت يستعمل فور ليت كيما هكا انه من الاول يرجع لك كي 1 وبعد يرجع لك كي 2 ما يضمنها لكش هذيك هذيك راهي خاصيه نتاع اريز كان تحب حاجه مرتبه يمشي يستعمل اري كان تحب حاجه ماهيش مرتبه معناها مش مضمون فيها المرتبه وتنجم تعمل اكسس بالكي نيم استعمل اوبجكت فهمت هذه مهمه على الاخر تمشيش تحطهم انت ماشي في بالك تكتب اوبجكت كي 1 كي 2 معناها ما تحط اليوزرز الين كيما شفنا بكري جاف وكذا راهو نجم يبدا لك بالين ومن بعد سارة ومن بعد جاف طبعا الاستعمال بتاعنا احنا تو باش نوري لكم اللي هما مرتبين لكن في الاستعمال الحقيقي راهو تنجم تفرق انت وش صار الاوبجكت هذاك وانت كيفاش تسجل فيه الحكايات وكل شيء فرد بالك تستعمل الفور ان نتاع على اوبجكت وتتخايف في بالك راه باش يعطيهم لك مرتبين ما يضمنهم لكش باهي قال لك رد بالك راهي ما عندهاش علاقة بالترتيب لهنا قال لك عملنا الفانكشن كاونت اونلاين
تاخذ argument اللي هو اليوزرز كيما هذا. معناها احنا تو باش نستعملوا الفانكشن هذه ونحسبوا في بالنا اليوزرز الفورم نتاعو هي، ولازمنا نستعملوا فور ان هذاك، ومن بعد نشوفوا انا هو اليوزر اللي اونلاين نتاعو ترو ولا العدد نتاع اليوزرز اللي الاونلاين نتاعهم ترو. به واضح هذه باش نعملوها كيما هذه، باش نزيد كل كبيره طلعها لفوق، وهذا باش فسخه بطريقه حاجه شبيه. باش تولي من بعد ما عادش او بي جي، هذه يوزرز او بي جي. باش نعمل فاريبل صغير من الاول هكا مثلا اللي هو الكاونت نتاعي، باش لات كاونت يساوي صفر، ونحط بار تو ما تفرقش بالنسبه لي يعني. بار كاونت يساوي صفر. واذا كان توا الكي نتاعي هذا اللي هو اليوزر نيم تنحط نسميه لهنا، باش نعمل الناحيه هذيا، وهذيك باش حليت الكير بيس باش تبدا اوضح، ولا نجم نعمل في ستار واحد نقول if users obj of username dot online الكونت بتاعي باش نزيدو. واضح او نشوفو المطلوب هو ذاك هو لا هذاك مش هذاك هو المطلوب. ما عملناش return count على account هذي، لازم نعمل return count. هذاك هو المطلوب. راهو فما برشا طرق باش نعملو هذي، راهو اني خذيت الطريقة هذي. فما ما نعرفش من بعد نحكي ولا فما حاجة اسمها object dot keys، وفما حاجة اسمها object dot values، وفما حاجة اسمها object dot entries. هذوما كان جيت ان باش نستعمل، نجم نستعمل object dot values خير هذي اسهل، ما نستعملش هذوما. فهمت على كل لكن اذا كان هما حاطينهم مثلا نقابلوهم ونقابلونا من بعد شويه، مش حاطينهم اللي يحب يمشي لو جالي يلوج عليهم. اما كيف باش نستعملوهم لو في الدوره هذه ولا في السلسله هذه من بعد وعندنا برشا حكايات، باش نستعملوهم باش نستعملوهم معناها باش يجونا باش يجونا. باهي مريق اللي طلبوها منا نعملوا سبميت اند جو تو نيكست تشالنج. باهي ها هو انتوا جبدوهم. كيفاش نعملوا اوبجيكت دوت كيس؟ الاوبجيكت دوت كيس هذه مثل تابع الاوبجكت النيم سبيس، ولا الاوبجكت اللي هذا كلمه اوبجكت راهو بالاو كبيره كتبته فيها كيما عملنا اري البارح او المره فاتت. اري از اري نعم المره فاتت كتبته اري ولا هذا الاوبجكت اللي هو البروتوتايب تاع الاوبجكت سيكول. كان البروتوتايب اللي طايش تبارك باش يحب يلوج عليه لوج عليه. به اش تعمل هذه؟ باش نعملها فيسع فيسع. كونسل لوج اوبجكت دوت كيز OBJ رجع لي array فيه الكيز متاع الأوبجكت هذا كل مرة هذه مرة هذه مرة هذه مرة هذه. شفتوا فما كيفو object dot dot values values ترجع لي ما ترجع ليش الكيز المطفيهم، ترجع لي كل value قداش مرة هذه مرة هذه مرة هذه وانت ماشي هذوما بالكعب بالكعب. علاش انا قلت كان جيت كيك ما عالبليش بيها من الكيز، نرجع الفاليوز وكل فاليو نشوف اونلاين اللي عنده اونلاين ترو ونعمل ايتريشنز عليها. وفما اوبجكت دوت انتريز اللي ترجع لي زوز، لكن في اري بالكعبه بالكعبه كيبرز معناها ترجع لي اري اوف اريز اري الكبير كل اليمنت نتاعو في حاجه تخص كي فاليو بير. البوزيشن زيرو نتاع الاري هذا يكون الكي، البوزيشن 1 نتاع الاري باش تكون الفاليو. هذا كله اري في زوز بلغه لغات برمجه اخرى تسمى توبل، ولا معناها توبل معناها كابل، خاطر توبل ان اليمنتس هذا في يكون في كوبل كابل نتاع كي فاليو بيرز. على كل هنا التمرين هذا يحكي على الاوبجكت دوت كيز. اوبجكت دوت كيز وهنشوفوا واش طالبين منه. قال لك يحب هاي تحب ترجع كان الاول واحد باش تقول له ريتيرن، باش نحيد
نحي الواحد مع ذلك. فهمت وين حطابين around the test. أمورنا واضحة. بهي توك نيشن بدلو array stored في host object. معناها عنا object هذا user فيه مثلا data والdata فيها username organization كذا وفيه friends. نحب نبدل مثلا friends هذي نزيلوا فيه مثلا واحد عنده في أصدقاء وزاد واحد مثلا. هذا مثال خلنا نشوفه. نفس الشيء اللي نعمل فيه احنا من قبل كيفاش نبدل الاراي. اما كيفاش نوصل للاراي هذا واضحه users user dot data dot friends. بعد هذا كنبدلوا فيه position 0 1 ونعملوا push نعملوا unshift مثلا وانت باش ما خنشوفوا لنا اش قاعدين نحكي. هذا اللي حكيناه operations basic operations تاع objects عملناهم. قال لك وانت تتعلم باش تشوف برشا استعمالات مختلفه نتاع اوبجكت في جافا سكريبت وتتعلم حوايج جديده. اما انا نحكي توا على حوايج اساسيه. قال لك فما كيما حكيت في اول الجزء هذا من المحور قال لك فما محور كامل في وسط ولا جزء كامل من محور نتاع الكودينج انترفيو بريبريشن اسمه داتا ستراكشرز. وهذاك فيه برشا حكايات تابعه للداتا ستراكشرز اخرين موجودين في في الجافا سكريبت راهم اما ظهروا في الاي اس اكس. الاي اس اكس حكيت عليه قبل هي 2015. فما مثلا الماب فما السيت وفما حوايج اخرى فهذوما ما نعرفش نحكي عليهم لنا في الجافا سكريبت ولا لكن هم موجودين. ويشبهوا الاوبجكتس اللي نعرفوهم كيما هذيا خاصه الماب. وعندهم فيتشرز اخرى انا فما استعمالات اخرى مش موجوده في الاوبجكت العادي. باهي شوفوا شنو هذه اعطى ملاحظه برا ما تركزوش معها راهي مش مهمه برشا توا ناكد اللي هي مش مهمه برشا توا. تنجم تقعد حيت كل تخدم الجافا سكريبت ما تستعملش الماب وسيت. والدليل انه جيت مع 2016 وما كانتش موجوده قبل العباد كانت تخدم غيرها وما هيش من اقوى الفيتشرز اللي جات في الاي اس اكس. فما فيتشرز اخرين اهم منها برشا واللي نحب الناس نستعملهم لكن مش برشا برشا. اللي سمت الاوبجكتس معناها اكثر برشا ما لا يقارن معناها الاوبجكتس اكثر حاجه باش تستعملها ممكن في الجافا سكريبت هذا. لازم تفهم بالضبط بالضبط كيفاش تستعمل الاوبجكتس. باهي قال لك توا بعد ما فهمت البيسكس نتاع الاريز والاوبجكتس نجم تمشي تتعلم الجافا سكريبت باكثر تعقيد في اكزامبلز اخرى. هنشوف واش طالبين من هنا. قال لك اليوزر اوبجكت فيه 3 كيز اللي هما نيم وايج وديتا. الداتا فيه 5 كيز 5 كيز يوزر نيم جوين ديت اورجانيزيشن فريندز لوكيشن واحده منهم فريندز اللي كنت نحكي عليهم بكري. او قال لك من هنا اوزر كيفاش الاوبجكتس الداتا في الجافا سكريبت فليكسيبل يعني مرنين تنجم تحط فيهم كيما تحب. وهذه في الاخر كي نوزر يعني الاوبجكت هذا نفعل مباشرة اللي هو نمذجة متاع يوزر حيث فيه نيم و ايج و ديتا. واصلا انه كاتب لنا يوزر ما غير ما يكتب نجم نسميه نفهم اللي طول هذا يوزر ممكن في 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 سوشيال ميديا مثلا فيسبوك تحط عمرك تحط اسمك وتحط شوية ديتا بتاعك وقتاش اول مرة دخلت الفيسبوك. اما لنا كاتبين الفريكوت كامب ولا حط الاورجنايزيشن بتاعه مثلا البلاصة اللي يقرأ فيها ولا المنظمة اللي يخدم فيها ولا اللي ينشط فيها حتى وشو مال الفريندز نتاعو. هذه بسيطه راهي يعني ما تصورش كيف تكون كيما هكا في الحقيقه لكن هذا نوع بسيط. ومثلا اللوكيشن نتاعو وين موجود كيما تحط روحك في بلدك انت مدينتك. فهذه نوع نتاع مثلا باش يحط واحد يوزر في السوشيال ميديا ريبريزنتيشن نتاعو باش يكون هكا وحاجه تبع لك. باهي شنو طالبين نحب نعرف شنو طالبين. قال لك عملنا فانكشن اد فريند يحبها تولي تزيد الفريند هذاك لليوزر الليست هذي واضحه سهله على الاخر نجم نقولوا له في سطر واحد يوزر obj دوت داتا دوت فريندز دوت بوش والفريند هذاك اوكي واضحه الحكايه. يوزر date obj اللي هو عدينا اليوزر هذا هون بعد مشينا للداتا كما تشوفوا لنا في وسط الداتا هي object مشينا للفريندز انا جبنا الفريندز من بعد الفريندز بدأنا array
نجمو نستعملو كلية تعلمية في الأري. منهم شنو هو بوش؟ بوش شنو دخلنا في وسطو؟ الفريند اللي عطاهونا لنا كأرجمنت باش ناخذوه كأرجمنت اللي هو لنا بيت ما عرفش شنو الطاقة. ران ذا تيست عنا غلطة. ويحبنا نعملو ريتيرن كان لل واضح يحبنا ريتيرن يو الليسته جديده معناها الفانكشن هذه تبدل في الاوبجكت وتريتيرن الليسته هذيك انا ريتيرن ذات اري هذه ما تبعتلاش باهي عرفش نعملو هكا تو ما نقدرش نعملو هذه نستوري والفريندز في اري وحده فريندز يساوي هذيك من غير هذه البوش ومن بعد نقول له friends dot push friend return friend friends فما حاجة وهذه عادي يعني مش نعملها تو بالعادي مش تفهم وراه مش لازم تحفظ كل شيء هذه تو ما نعرفش البوش في حد ذاتها شنو return عارف اللي هي تزيد لكن ما نعرفش شنو return بالضبط البوش الميثود هل نمشي تو نحل الـ MDN نشوف ايش return MDN push array حليت السيت هذاك متاع موزيلا developers network وشوف البوش ايش تعمل تراجع new length ما مش باش استعمل هذيتو خاطر قلت ممكن ترجع لي الاري كله ترجع كان نيو لينث ما نستعملهاش فاللي عملته وين هذاك هو مكتفي به معناها ويقول القائل تو هذا انا حطيته في واحد جديد فريندز وكيفاش كي عملت بوش بدل لي في الاوبجكت يعني هذه واحد يقول غريبه معناها تو شفته كيما تشوفوا تزرت في الاوبجكت هذه ديما ترجع الحكايه حكيت عليها قبل راهم الاوبجكتس والاريز راهم كومبلكس داتا تايبس وراهم لا اله الا محمد رسول الله في معناها كي نعمل اسايمنت يصير باي ريفرنس اللي تعطى لي لنا ما تعطات ليش الليست هذه تعطات لي ريفرنس هو اصلا كي تصنع لنا الفريندز اللي مربوط به هو ريفرنس للاري ذا هذه واحد اثنين كي اني بعد استعملته لنا وسجلته في فاريبل اسمه فريندز هذه راهو الريفرنس هي اللي تصبت لي لنا لكن بعد بدلت في الفاليو اللي الريفرنس مرتبطه به هذا باش يتبدل ما دام الريفرنس متعلقه به وهذا باش يتبدل كيف كيف اللي بدلت وين كي رجعت الفرنس رجع لي معناها عباره يعني عملت كرو كي رجعت هذيك عباره رجعت يوزر obj.data.friends وكيف كيف حتى كي بدلت عباره بدلت يوزرز obj.data.friends به مريقني تو نعاودو مره اخرى ران ذا تيست سميت اند جو تو نيكست تشالنج باهي هذه سيء دخلنا في محور اخر ولا في جزء اخر من المحور هذا اللي هو جافا سكريبت algorithms and data structures كمان معناها توا حكايه البيسك داتا ستراكشرز اللي هو الاريز والاوبجكتس ندخل في البيسك algorithm scripting يعني هذه حاجه باهي باش ندخل فيها توا كيما التمارين كله تمارين ها باش نحولوا حراره من سيلسيوس لفارنهايت باش نعكسوا string ها باش نعملوا كذا فهذه حاجه مزيانه برشا انا باش نعملوهم معناها نفهم شويه جو كي تخدم معناها تبدا تعرف روحك قاعد تعمل في حاجه وتخدم في حاجه تحس لي حاجه تعمل فيها معناها مفيده وفيها فاني يعني فيها جو تعمل فيها فنكتفي بهذا وان شاء الله نبداو في الحصه الجايه بالبيسك algorithm scripting ومن بعد فما زوز هذوما مهمين على الاخر تو نشوفوهم ما نقولش نحكي كل مره وإن شاء الله قريب نكمل الجافا سكريبت هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.